أحسن الله إليكم. آخر سؤال في السائل في أسئلة السائل من سنطلة عمان يقول: ما هي أوقات الأدعية المستجابة؟ نرجو الإفادة. الدعاء مطلوب دائما، والله جل وعلا قريب مجيب في كل وقت وفي كل حين إذا توافرت شروط الإجابة، ولكن هناك أوقات تكون الإجابة فيها أحرى، وذلك مثل الدعاء في الصلاة في السجود، قال صلى الله عليه وسلم: وأما السجود أكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، وقال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد ربه ووساجد فأكثر من الدعاء. وكذلك الدعاء أدبار الصلوات مكتوبة فإنه مظنة الإجابة، وكذلك الدعاء في آخر الليل وقت السحر، قال الله جل وعلا: وفي الأسحار هم يستغفرون، قال جل وعلا: والمستغفرين بالأسحار. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ فهذا الوقت وقت السحر مظنة الإجابة، خصوصا إذا كان الإنسان قد صلى من الليل، تهجد من الليل، ختم ذلك بالاستغفار، قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بالأسحار هم يستغفرون. وكذلك الدعاء في آخر ساعة من يوم الجمعة، أو الدعاء في يوم الجمعة التي ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله وهو قائم يصلي إلا استجيب له، وهذه الساعة خفية في هذا اليوم، ولكن أحراها ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى أن تقضي الصلاة، أو أحراها من آخر ساعة من يوم الجمعة، على خلاف بين العلماء، ولكن هذان الوقتان أحرى ما يكون. فإذا صادفها المسلم وتحراها ودعا الله، كذلك الدعاء في رمضان والدعاء والإنسان صائم والدعاء في ليلة القدر، فالمواسم لله الحمد موجودة ومتكررة على المسلمين في اليوم والليلة وفي الأسبوع وفي السنة وفي، وكذلك الدعاء في الأماكن المفضلة، كالدعاء في الحرم والدعاء في المسجد الحرام، دعاء في الطواف والسعي. نعم.